من النجف زين، وياكم رنا عبد الحليم صميدع الزيادي. سجلوا هذا الاسم زين، اليوم 14/2/2020. جحوش الإلكترونية اليوم عود بطرانين شادين حزامهم، استلموا حسبالكم أنا أخاف لو أشرد؟ لا والله أنا لا أخاف ولا أشرد، وإذا كنت أحكي مجرد رؤوس أقلام استلموا الحكي الطق الطق. يلا وسجلوا قياداتكم هذه، أطوني قيادي بالتيار الصدري قاعد هسه يم مقتدى الصدر، اجى دخل باب الحنانة زين، ما كان حافي، ما كان كاتل الوسخ، ما كانت عرباته سودة من الوسخ زين، ما كانت رجليه مشرعنات، ما كان داق الهبري، ما كان فقر ابن فقر ابن فقر، ما طلع من باب مقتضى الصدر طاق مليارات. من هو؟ حيدر الجابري اللي اجى ايد ورا وايد قدام سبولته، وهو وهسه عنده موانئ بالبصرة وعنده مليارات زين. انطوني كاظم العيساوي اللي اجى قعد اجى من الارفلي زين، كاتله ضنيم اجى قعد هنا بحي الرحمه. هسه بيت كاظم العيساوي شفتوه ذاك اليوم اللي حركتوه هنا بالنجف بحي الحسين، شفتوه القصر، شفتوه هالمولات مالته، شفتوه شركاته زين. بعد صلاح العبيدي اللي اجى كل شي ماكو من الدولعي، ايد ورا وايد قدام، هسه منين لهذا البيت صلاح هنا بالنجف؟ مو كان قاعد بحي الرحمة؟ انطوني قيادي من قيادات مقتضى الصدر، ما اجى قعد بحي الرحمة وطق مليارات، منو ابو اكتم؟ احجولنا يلا.